بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته በክፍል 26 የዳሩል አኽራ ትምርታችን ላይ ሰዎች በዱንያ ላይ ሆነው በሰሩት ማዕሲያ የተነሳ የውመል ቂያማ ቀን አርድል ማህሸር ላይ አላህ ስንቱን አይነት ሰዎች ወደ ነፍሱ ዞር ብሎ እንደማይመለከታቸው እንደማያያቸው ከዛም አልፎ ደግሞ እንደማያናግራቸው በሰፊው ተመልክተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላህ ያአላህ ፈቃድ ከሆነ የሂሳብ መጀመር እንመለከታለን። ሰዎች አርድል ማህሸር ላይ ሆነው ለረጅም ጊዜ በመቆም የሂሳብ መጀመር በጉጉት ይጠብቃሉ። የዚህም ቀን ርዝመት ሁላችንም እንደምናስታውሰው አላህ በቁርአኑ ላይ ሲጠቅስልን ፊ ዮሚን كان من قداره 50,000 سنة يوم القيامة كان يكأنو رزمت بدنيا لاي سيقمت بحمسا شيه عمت يكوترال بلو الله نقرونا المالثنو أرض المحشل لاي مكوم سووش نياسجنكال سهاي ودتاشتك أربا سووش بلاباتشو بميوانيو بقزي يسووش جنكتنا شكر እየበረታ ይመጣል። በዚህም ጭንቀትና ችግር የተነሳ አንዳንዶቹ ሂሳብ ብቻ ተጀምሮ የገባንበት ብንገባ ምንም አይደለም ይላሉ። የገባንበትን ንግባ ብቻ ይላሉ። ሌሎቹ ደግሞ ተሰብስበው አረ ሌላ መላን ፈልግ ይላሉ። ሰይድና አቡ ሁረይራ በዘገቡት ሐዲስ ላይ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንንም አስመልክተው سنناغرو فبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون سوج لقواقاموت يمايچلوت كاقماچو بلا يهونه حسابنا چغر چنقت يغطماچو علالو فيقول الناس بعدهم لبعد الا ترون ما قد بلغكم سوج ارسبرساچو አታይም ወይ የደረሰብን ነገር ይላሉ። አላ ተንዙሩነ ማን ይሽፋ ለኩም ኢላ ረብኩም ወደ ጌታችሁ አማላጅ የሚሆን ሰው አትፈልጉም ወይ በማለት ይጠያየቃሉ። ፈየቁሉ الناس بعضهم لبعض عليكم بآدم ሌሎቹ ደግሞ መሄድ ያለባችሁ ወደ አደም ወደ አባታችን አደም ነው በማለት ያመለክታሉ። فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده ودى آدم يمتعنا ودى نبي الله آدم يمتعنا أنت يسو لجوش هلو أباتنا الله بأجون يفتره ونفخ فيك من روحه أنت نفتره كراس روحنا ونا أنت تلك بوتا الله أما لاشتهونا الله وأمر الملائكة فسجدوا لك ملائكة وچن اندي سجدوا له عزواتشو سجدوا لهال اشفع لنا إلى ربك يا آدم ودع الله أما لاجهونا حسابي جمر لالو ألا ترى ما نحن فيه ያለንበትን ሁኔታ አታይም ወይ የደረሰብን ነገር አታይም ወይ በማለት ተማጽኖ ይጠይቁታል። فيقول لهم آدم آدمም ሲመልስላቸው إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله الله ዛሬ እንደተቆጣው በፍጹም ተቆጥቶ አያቀም ከዚህም በፊት እንደዚህ ተቆጥቶ አያቀም
ወደፊትም እንደዚህ አይቆጣም እንደዛሬው አይቆጣም ብሎ ይመልሳል وانه قد نهاني عن الشجره فعصيت نفسي 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 ወዳንቲ ዛፍ እንዳትቀርብ ብሎ አዞኝ ሳለ እንዳትቀርብ እንዳትበላ ከሷ ብሎ አዞኝ ሳለ ያንን ተእዛዝ ጥሼ ነበር ዛሬ ነፍሴ 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 ይላል اذهبوا الى غيري اذهبوا الى نوح ከኔ ሌላ ወደ ሆነ ሰው ሂዱ እኔ አልጠቅማቸውም ዛሬ ወደ ሌላ ሰው ሂዱ ወደ ኖህ ሂዱ ብሎ ያመለክታቸዋል فياتون نوحا فيقولون ودنا نبي الله نوح يمتنا يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض يا نوح انت ود سو لجوج ود مدر لاي لمجمرا غزي يتلاكوا رسولنا وقد سماك الله عبدا شكورا امسكاين باريانه بلو الله يتلي اسم ستوحال اشفع لنا الى ربك حساب تجمر ودع الله اما لاجهونا بمالتي ما صنوتال الا ترى الى ما نحن فيه يالنبتن هنيتا اتايم وي يدرسبنن هنيتا اتايم وي بمالت يما صنوتال فيقول لهم نوح نبي الله نوح سملسوا اللاجو ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله الله زار اند تقطاو بفصم تقطتو اياقم كزيهم بفيت اندزي تقطتو اياقم ودفيتم اندزي هايقطام اندزاريو هايقطام بلو يملسال وانه قد كان لي دعوه دعوتها على قومي نفسي 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 الى تشوال كذي بفيت حزبوتشي لاي الله اندي اطفاتشو يلمنكوتاله زاري يا اطفات مهونونا منيه نفسي 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 كمالت ليلى منم نجر عللم بلو ارساتشو يملسواتشوال مالتنو اذهبوا الى غيري كني ليلى ود ليلى سو هيدو اذهبوا الى ابراهيم ود النبي الله ابراهيم هيدو بلو يمرعچوال معناتنو فياتون ابراهيم ود النبي الله ابراهيم يمطالو فيقولون يا ابراهيم انت نبي الله يا ابراهيم انت يا الله نبينا وخليله من اهل الارض كسو لجوج بمولو يا الله وداج انتنا اشفع لنا الى ربك ودع الله اما لاجهونن حساب تجمر ودع الله يدنا طيقلن يلوتال نبي الله ابراهيمم كرساچو بفيت ينبروت نبياتوچ يالوتن بلو واني قد كذبت ثلاث كذبات فذكرهن نبي الله ابراهيمم ሶስት ጊዜ ዋሽቻለሁ ለዚህ ሙሸቴ አላህን ስለምፈራ ዛሬ ነፍሴ 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 ነው ምለው ይላሉ። ዑለማዎች ይሄንንም ሲያብራሩልን ነብዩላህ ኢብራሂም ሶስት ጊዜ ዋሽቻለሁ ያሉት አንድ ጊዜ ጣዖቶቹን ለመሰባበር እቅድ ባወጡ ጊዜ በእቅዳቸውም ቀን ሰዎች ለበዓል ከተማውን ለቀው ሲሄዱ እርሳቸው ደግሞ አሞኛል በማለት ምክንያት ፈጥረው ወደ ኋላ መቅረታቸውን አስተዋወሱ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጣዖቶቹን ከሰባበሩ በኋላ ህዝቡ ማን ነው የሰባበረው ጣዖቶቻችንን ብለው ነብዩላህ ኢብራሂምን በጠየቁበት ጊዜ ትልቁ ሳይሆን አይቀርም ትልቁ ነው የሰባበራቸው እርሱን ጠይቁት ባሉ ጊዜ ሶስተኛው ደግሞ የግብጽ ንጉስ ባለቤታቸውን ሳራን ሊነጥቃቸው ባለ ጊዜ ምን ተሆነሃለች ብለው በጠየቁት ጊዜ እህቴ ነች በማለታቸው ይህንንም ሶስቱንም እንደ ትልቁ ሸት አድርገው ዛሬ አላህ ዘንድ አማላጅ መሆን አልችልም ነፍሴ ነፍሴ ይላሉ። እኛስ እንደዚህ የዋሸን ምን እንል ይሆን? አሁን نبي الله إبراهيم إني أمالج لهنا چوالچلم اذهبوا إلى غيري
اذهبوا الى موسى الى له وده نبي الله موسى ميمت عله يا موسى انت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على البشر انت رسول الله نه الله دقمو برسالاونا بنققرو انت انكتتانو ياناقره كهلوم فطوران بملو ليو عدرقو انت انبكتتا بماناقر كهلوم فطور ليو عدرقو حال اشفع لنا الى ربك حساب اندي جمر ودا الله اما لاجهونن الا ترى ما نحن فيه يدرسبن ياللون التايم وي بمالتي تيقال نبي الله موسى كرساتشو بفيتي نبروت انبياوش يالو تنب مالت واني قد قتلت نفسا لم اومر بقتلها نفسي 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 لالو قدل تبيي يالتاززكو تنفسك سلا قدلكو زاري الله نفرالو بلو ينقرال اذهبوا الى غيري ودليلا سوهيدو اذهبوا الى عيسى وده نبي الله عيسى هيدو يلالو وده نبي الله عيسى ميمتنا يا عيسى انت رسول الله يا عيسى انت يا الله ملك تنيانا وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه انت يا الله قالنا وده مريم يلاكو يا الله قالنا روحهم كالله روحنا وكلمت الناس في المهد بأكف وستهز عالج هنا سووشن عنا قرهال اشفع لنا الى ربك ودا الله اما لاجهونا حساب دي جمر ودا الله اما لاجهونا الا ترى ما نحن فيه انيا يالا نبتن اتايم ويبا مالت مصنو تال مالتنو فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله الله زارين ده تقطعو بفزهم تقطتو عياكم كزهم بفيتن دزي تقطتو عياكم ودفيتم اندزي عي قطعم اندزاريو عي قطعم بلو يملسان نبي الله عيسى اندليلوچ نبياتوچ من ماينت يسروت انسحتت عيد أكسو مالتناو اندزيو بدفنا نفسي 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 لانو اذهبوا إلى غيري ودليلا سوهيدو اذهبوا إلى محمد ود محمد هيدو لانو ود نبي الله محمد سووش خلائق بملوي متعلو فيقولون يا محمد أنت رسول الله أنت يا الله ملك تنيانة وخاتم الأنبياء يا نبياتوش مدم دم يا مجرشانة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله يالفونم هنا يودفيتنم حاطعتهن يمار الله نبينا اشفع لنا إلى ربك ودع الله حساب دجمر أما لجهنا ألا ترى ما نحن فيه إنيا يالنبتن أتايم ويبا مالت يمات صنالو مالتنا رسول صلى الله عليه وسلم سل راسات شوم سنناقرو فأقولو أنا لها إني الله الله شوه يزي تلكو بالبيت إنيني بمالت النسالو علو فأنطلقو فآتي تحت الأرش ودا الله أرش ودا الله زفانو سر أمت علو علو فأخر سجدا لربي لقيتها الله بقنباري تدفتش سجود وردالو الله كذب في تسوليج الله يالا مسجنون عينت عم مسجاقن اندام مسجن يكفت اللي نعلالو يسوليج كذب فيت الله عمقسو عودسو يما يكبتن قالاتوش الله يكفت اللي نعلالو لبزو قزيم بقنباري تدفتش الله انت مازعني ألمن علو علو كذب على الله تعرانا يا محمد ارفع رأسك يا محمد رأسهنك أنا عدرق سل تقطع يفلق كون طيق واشفع تشفع لفلقوا أما لاجهن أما لاجنته تكبين روال فأرفع رأسي
ራሴንም ከፍ አደርጋለሁ فاقول يا ربي امتي يا ربي امتي يا ربي امتي يا الله امتين يا الله امتين يا الله امتين لالو كذا ما الله يطرانا يا محمد ادخل من امتك من لا حساب عليه من الباب الايمن من ابواب الجنه يا محمد كامته حساب የሌለባቸውን ሰዎች በሙሉ ሰብስበ በቀኝ በኩል ባለው የጀነት በር አስገባቸው ይላል الله كنذي حساب ከሌለባቸው ሰዎች አንዱ ያድርገን رسول صلى الله عليه وسلم ይህንን سجود አብቀተው ተነስተው الله የለግሳቸውን ነገር ከተቀበሉ በኋላ አሁን حساب ሊጀምር ሰዎች በሙሉ እያንዳንዳቸው ከመስክሮቻቸው ጋር ይቆማሉ ማለት ነው እነዚህ በሰዎች ላይ መስክር የሚሆኑት ከኛ ጋር ተቆራኝተው የነበሩት በዱንያ ላይ ከኛ ጋር ሳይለዩ ለተቀን የሚቆዩት መላእክቶች ረቂብና አቲድ ናቸው ማለት ነው ለዚህም አላህ ሲያስተውሰን وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كلم نفس كملائكه ጋር ተመጣለች አለ አንደኛው መላእካ መንገድ የሚመራት ነው ነፍስን ሰውየውን መንገድ የሚመራው ነው ሌላው ደግሞ ምስክር የሚሆንበት ነው አለ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሁን ሰዎች ከባድ ፍርሃት ውስጥ ይገባሉ የአንድ ሰው ድምጽ አይሰማም ሰዎች መላእክቶች እንስሶች ሁሉ አላህ ፊት ቆመዋል ወአደንቲል ውጁሁ ለልሐይል ቀዩም የሁሉም ፍጡራን ፊት በህፍረትና በማጎብደድ አላህ ፊት ቆመዋል ወቀድ ኻበ መን ሐመለ ዙልማ ያንን ቀን እንግዲህ አላህን የካደ ከሃዲ በአላህ ላይ አላምንም ያለ ከሃዲ ዙልምን ተሸክሞ ነው የሚመጣው ማለት ነው በደልን ተሸክሞ ነው ያንን ቀን የሚቆመው አሁን ሁሉም ሰዎች ፍለፊታቸው ነብያቶቻቸውን አቆመው እነርሱ ደግሞ ከሃዳ ሆነው የሂሳብ መጀመርን ይጠባበቃሉ የነብዩላህ ኑህ ኡመት ከነብዩላህ ኑህ ኋላ ሆነው ይቆማሉ የነብዩላህ ኢብራሂም ኡመት كنبي الله ابراهيم حالا هناو يقومالو يا نبي الله موسى امه يا نبي الله عيسى امه اندزيو يا رسول صلى الله عليه وسلم امه كلهم في لفيتو نبياتوچن اقومو كحالا هناو بفرحات يزهن يا حساب متجمر يطبقالو معناتنو حساب كمتجمرو بفيت عند تلك كستت يفطرال يهم مندنو تطاير الصحف حسناتنا سيئاتن وطئتون يازو كتاب ايبرر يمطعنا بياندندو خلق لاي انغتو لاي ينطلطلان وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا خلقون بمولو يساو لجوچن بمولو براريون سراون بانغتو لاي الناس يزوالن لرسون بيوم القيامة كان يتزرقا كتاب هونو يمياغنو يهونال اقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا مصحفهنم انب بلوال ዛሬ ባንተ ላይ ተቆጣጣሪነት የሚሆነው ራስህ ነህ በነፍስህ ላይ ይብቃ ራስህ ይህን መጽሐፍ አንብበህ ራስህ ላይ ፍረድ ይለዋል ማለት ነው ሱብሃነሁ ወተዓላ ሙእሚንና በዱንያ ላይ አላህን ይፈራ የነበረ ከሆነ ይህንን ኪታብ በቀኝ እጁ ያወጣና ማንበብ ይጀምራል እነዚህ በቀኝ እጃቸው ኪታባቸውን የተቀበሉ ሰዎች فاما من اوتي كتابه بيمينه بقنجو كتابن يوسد سو چوك بلو فيقول ها ام قرؤ كتابيا
ለጓደኞቹ እንኩ መጽሐፌን አንብቡት ይላል። إني ظننت أني ملاك حسابيا إني مرمرين يمالف مهونين أرغاقتك فهو في عيشة راضية أرسوم بتوددت نور وستهنا بجنة استمالتنا في جنة عالية بكفتن يايتو جنة وستهنا قطوفها دانيا فرافري وچو قربو چهونو كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بالفوت قنات بدنيا لاي باقرباچو سراچو مكنيات تطو بلو يبالالو منافق النافاسك كهونه دگمو كتابون ከአንገቱ ላይ በግራ እጁ አውጥቶ ማንበብ ይጀምራል ማለት ነው። ይሄንንም ባነበበ ጊዜ በጣም አዝኖ ተደናግጦ ወአማ መን ኡቲየ ኪታበሁ ቢሽማሊህ መጽሐፉን በግራው የተሰጣውማ ፈየቁሉ ያ ለይተኒ ለም ኡተ ኪታቢያ መጽሐፉንም በግራው የተሰጣው ሰው ዋጥፋቴ ምን ነው መጽሐፌን ባል ተሰጠው ምን ነው መጽሐፌን ባል ተቀበልኩ ይላል። ወለም አድሪ ማ ሂሳቢያ ምርመራይ ምን እንደሚሆን አላውቅም። ያ ለይታሃ ካነቲል ቃዲያ ምን ነው ይቺ ጊዜ የህወቴ ማለፊያ የህወቴ ፍጻሜ በሆነች ይላል። ማ አግና አንኒ ማሊያ ገንዘቤ ምንም አልጠበቀኝም ብሎ ይጮሃል ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ እነዛ ካፍሮች ዲነል እስላምን ሲዋጉ የነበሩ ነብያቶቻቸውን የገደሉና ሊገድሉ የሞከሩ በየጊዜው አዛሴ ያደርጓቸው የነበሩ በሙሉ ይህ ኪታብ በኋላ በኩል ማጅራታቸው ላይ ይንጠለጠላል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ያንን ኪታብ በቀኝም በግራም እጃቸው መውሰድ አይችሉም። አላህ ከቁጣው የተነሳ የነዚህን ሰዎች ፊት ወደ ማጅራታቸው ይጠመዝዘውና ያዞረውና ፊታቸውን ወደ ጀርባቸው በማዞር ኪታባቸውን እንዲያነቡ ያደርጋቸዋል። ከዚህ በኋላ የሚከሰተው እያንዳንዱ ሰው በዱንያ ላይ ሲጠራበት በነበረው ስሙ እየተጠራ አላህ ፊት በመቅረብ ካለምንም አስተርጓሚ ከአላህ ጋር ይነጋገራል። አንድ ቀን ሰይድና ጠልሃ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠይቁ ያ ረሱላህ አሉ። አላህ ፊት ቆመን አላህ በስማችን ሲጠራን በአለም ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ጠልሃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የኔ ስም ሲጠራ የኔ ስም መሆኑን በምን አውቃለሁ ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቋቸው ማለት ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰይድና ጠልሃ ሲመልሱላቸው ያ ጠልሃ አሉ። አላህ አንተን ከጠራ አላህ አንተን ከፈለገ ማንንም ሰው አይነሳም ማንንም ሰው ከቦታው አይንቀሳቀስም አንተ ብቻ ነህ የምትነሳው አሉት። አሁን እያንዳንዱ ሰው ፉላን ኢብኑ ፉላን እገሌ የገሌ ልጅ ተብሎ ይጠራል። እዚህ ላይ እንግዲህ ዑለማዎችም እኔም ላስታውሳችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር ኢንሻአላህ ለልጆቻችሁ ስም ስታወጡ የተሻለና መልካም ስም ማውጣት አለባችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች በባህላቸው በጎሳቸው ወይንም ደግሞ ሸይጣናዊ አመለካከትና ስራ ያላቸውን ሰዎች እንደ አርአያነት በመውሰድ የነዛን ሰዎች ስም ለልጆቻቸው ያወጣሉ። ማን ነው እንግዲህ የልጁ ስም በዛ በሸይጣናዊ ስም የውመል ቂያማ ቀን አላህ እንዲጠራው የሚወድ? ስለዚህ ለልጆቻችን ስም ስናወጣ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ያአላህ ባሪያ ስሙ ተጠርቶ አላህ ፊት ሲቀርብ ሰዎች በሙሉ ይመለከቱታል። خلقو በሙሉ ስለሚመለከተው አላህ እንዳያዋርደው በጣም ይፈራል።
إخواني وأخواتي يا الله باريا سموتت أرتو الله في تيك الربا جزي الله هنديتنو يميانا قرو من سيتا يكوال مجرشاوس مني هونال يهن هنلو من نايو يا الله فكالك هنا إن شاء الله يميك أتلو سامنتي هونال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.